فقعدنا نشتغل حاجات بقى ايه، مسلسلات يعني، ممكن اسمك مكتوب كده، كان اسمه عبد الله محمد عبد الله، كانتش لسه مشرف. مش دي حقيقية في البطاقة، في البطاقة ولا؟ لا انا اسمي عبد الله محمد عبد الله، مين اطلق عليك مشرف بقى عبد انا جايبه من امي، مع عيلة امي اسمها فاطمة علي مشرف، خالي وبتاع وامي وبتاع، قلت مشرف ديت لايقة تنفع فنية، تنفع في فن، فخدتها من امي، قلت عبد الله مشرف. انما الاسم في البطاقة عبد الله محمد، عبد الله محمد يعني، عبد الله محمد عبد الله محمد بس.